ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة حابة اوريكم نبات جديد من النباتات اللي انا زرعها على السطح، هو نبات البابونج او الكموميل. طبعا كلنا بنقرأ الكموميل على مستحضرات الاطفال الطبية زي المرايم والكريمات والشامبوهات او غسول الوجه للكبار او معجون الاسنان، لان الكموميل او البابونج هو نبات عشبي طبي له استخدامات كتيرة. أول حاجة هو مضاد للأكسدة، وبيقي من أنواع من السرطانات لا قدر الله طبعا. وهو من أهم المشروبات اللي بتمنع التوتر، يعني ممكن احنا لو حد بيعاني من الأرق يعمل له كوباية بالليل، وأنا هوريكم الوقت احنا هنعمله ازاي، ويشربه قبل ما ينام أو قبل ما يحاول ينام، هو بيهدي الأعصاب ويساعد على النوم. هو النبات ده بنزرعه في شهر 9 لحد شهر 12، لان هو ما بيحبش الشمس الشديدة، يعني هو من اول شهر 4 ان شاء الله يبدأ يدبل. فاحنا دلوقتي بناخده على طول، بناخد منه النورات زي الواضح كده في الفيديو، بناخد منه النورات دي وننشفها، بنحطها على صينية، بنفردها على صينية وننشفها، ونعمل منه المشروب كل يوم، بنعمله للأطفال بقى أو للكبار زي ما أنا بقول لحضراتكم. هو مفيد جدا، بيمنع الأرق. احنا بنشيل الجزء ده اللي هو الاصفر اللي شبه الوردة النورة دي، بجزء ممكن ناخد منها جزء من تحت بس جزء بسيط، وننشفه ونعمله زي بالظبط زي الشاي زي ما واضح قدامكم اهو. انا بقطفه وان شاء الله هخزنه عندي، يفضل طول السنة انا اخده منه كام مرة، وبيطلع نورات جديدة في الفترة ما بين شهر 9 لحد شهر 3 هو بناخد منه. انا طلعت شوية دول بس لان هعمل كوباية بسيطة خالص هعملها لابني. هو برضو هو ليه اعراض جانبية لازم أنا اقولها، ان هو الاطفال اللي عندها حساسية ما تشربش منه، لان هو برضو يعني ليه أعراض جانبية لازم ناخد بالنا من النقطة دي. أنا فردته كام يوم وكده بدأ ينشف شوية هو، بس أنا بحب اللي أنا استخدمه طازة شوية، يعني الناشف قوي يعني لما هو مثلا عاد شهر 4 ويبدأ يدبل، بكون أنا طلعت طبعا اللي عندي بيكون ناشف، وبخلطه بيانسون وشمر وحاجات تانية. بس انا النهاردة هعمله طازة، يعني هو ده بقاله يومين عندي بالظبط، كنت انا سايباهم وهعمله. انا سخنت مية حطيته في الكوباية، بس هو زي الشاي بالظبط، ما يفرقش عن الشاي في حاجة طريقة عمله. هعمل عليه عسل لان هو لابني، هحلوله، ممكن نحليه بالسكر عادي او نحليه بالعسل. انا هعمله بعسل ابيض علشان زي ما قلت لحضراتكم ان هو لابني. هو مفيد جدا للاطفال اللي عندهم فرط حركة، اللي عندهم توتر وعصبية شديدة. الاطفال ما بسمعش كلامك وعايزاهم يهدوا شوية كده، غير الفوائد طبعا الصحية اللي انا قلت عليها في الاول. فلو احنا كل يوم نص كوباية، يعني ما نحاولش برضو نكتر من الأعشاب للأطفال حتى لو فيها فوائد كتيرة، غير ما نسأل الطبيب المعالج للطفل أو المتابع للطفل نسأله. أنا هنا دلوقتي هحط العسل، معلقة عسل وحلهال. احنا لازم نغطيه بعد ما نعمل كده، نقلبها وغطيه إن شاء الله، وعلشان الزيوت الطيارة اللي فيه. هعملها لابني طبعا. زيوت الطيارة دي يعني في تقريبا من مكونات 1% زيوت طيارة، ودي أهم. زيوت الطيارة دي يعني في تقريبا من مكونات 1% زيوت طيارة، ودي أهم الزيوت أو أهم المكونات الموجودة في المشروب، فلازم نحافظ عليها. نغطي المشروب لمدة ربع ساعة لحد ما يهدى والبخار يبدأ ما عادش يطلع منه بخار، ونقدمه للي هيشربه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو ده واشتراك للقناة، وان شاء الله نقدم لكم كل جديد.